السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أينما تكون، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم، مع نطالع أبرز ما طالعتنا به بعض الصحف المحلية والعربية من قضايا وعناوين خاصة بالشأن اليمني، وهذه جولة سريعة في أبرز تلك العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقرأ: المشتركة والسلطة المحلية وأبناء المخا، شراكة وطنية راسخة وموقف واحد بمواجهة إرهاب الحوثيين. مأرب: الإطاحة بخلية إرهابية تعمل لصالح الحوثيين. القضاء في اليد الحوثية، استخدام ضد المعارضين واستهتار بمظالم المواطنين. مدير عام المخا: السلطة المحلية ستضاعف جهودها مع شركاء لتأهيل الميناء مجددا. في وكالة خبر نقرأ: الداخلية اليمنية، ضبط خلية حوثية بحوزتها عبوات ومتفجرات في مأرب. ميليشيات الحوثي تقصف الأعيان المدنية والتجمعات السكنية جنوب الحديدة. طوفان الغليان الشعبي يجتاح مديريات عدن وأجهزة الأمن تستنفر. الغضب الشعبي يتنامى في حضرموت ومقتل شابين برصاص قوات أمنية. إصابة طفل بانفجار لغم من مخلفات الحوثيين في الخوخة. في عدن الغد، وزير الداخلية يترأس اجتماعا للجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت. اتهام يمني لفريق خبراء مجلس حقوق الإنسان بالتضليل والانحياز. كشف خفايا بئر برهوم في المهرة من الداخل والتي ظلت مصدرا للإشاعات لقرون. القوات المشتركة محور أبين والأمن تؤكد جاهزيتها القتالية العالية لصد العدوان الحوثي. المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز جراندبيرغ يزور الرياض. في صحيفة الشارع نطالع: الانتقالي يعلن حالة الطوارئ بعد خروج الأوضاع عن السيطرة وتصاعد الاحتجاجات الغاضبة في عدن. المبعوث الأممي يصل الرياض في أول زيارة له لبدء مشاورات حول ملف الأزمة اليمنية. عصيان واحتجاجات غاضبة تمتد إلى مدن وادي حضرموت تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية. لليوم الثالث تواليا احتجاجات غاضبة منددة بتردي الخدمات والأوضاع الاقتصادية في عدن. إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم وعناوينها الخاصة بالشأن اليمني، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط: الدفاعات السعودية تتصدى لسابع هجوم حوثي على مطار أبها هذا العام. ليندر كينغ يبدأ جولة جديدة في المنطقة لإنعاش مساعي السلام اليمني. اتهام يمني لفريق خبراء مجلس حقوق الإنسان بالتضليل والانحياز. في الأهرام المصرية، خارجية الأمريكية مبعوث واشنطن إلى اليمن يزور السعودية وعمان للقاء كبار المسؤولين. في البيان الإماراتية، فريق عماني يكشف حقيقة بئر برهوت، سجن الجن في اليمن. المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن يبدأان جولة محادثات جديدة. في الإمارات اليوم، اليمن اشتداد المعارك في مأرب وتدمير 3 مسيرات حوثية. وأخيرا من سبوتنيك الروسية، الجيش اليمني يعلن صد هجوم لجماعة الحوثي وتكبيدها خسائر شمالية البيضاء. طيب، من أبرز العناوين هذا اليوم: تصعيد حوثي عسكري واسع بالتزامن مع تدهور للأوضاع المعيشية وأيضا الاقتصادية والأمنية في المحافظات الجنوبية، فهل يستغل الحوثيون ذلك الانهيار ربما الأمني وحتى المعيشي والغليان الشعبي في المحافظات الجنوبية للذهاب قدما نحو التوسع من خلال بيحان وغيرها من المناطق، وهل ذلك مؤشر إلى فشلهم في محافظة مأرب أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيفي العميد ثابت حسين، الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة. أهلا بك عميد ثابت. أهلا بكم. وأيضا سينضم إلي عبر الهاتف ضيوف كرام، لكن قبل ذلك نتوقف مع فاصل قصير. عميد ثابت، لو بدأت معك، هذا التصعيد العسكري الحوثي الواسع بتزامن مع ربما ما تشهده المحافظات الجنوبية
من احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية التي ربما هي متردية بكل المقاييس، كيف يمكن قراءة ذلك من المشهد العسكري ومن المنطلق العسكري؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولاً كما قلت، الأوضاع المعيشية متردية في اليمن بشماله وجنوبه، بل أنها متردية ربما في الشمال أكثر من غيرها، لكن الفرق أن الحوثيين في الشمال يسيطرون بقبضة حديدية وليس هناك مجالاً لا للاحتجاج ولا للاعتراض، على عكس الجنوب. المجلس الانتقالي حتى الآن ربما يسيطر أمنياً أو عسكرياً، ولكنه لا يسيطر على الموارد ولا وما زالت السلطة الشرعية تمتلك أجهزة أمن وقوات هنا وهناك وإلى آخره، وهذا ما يشير إلى أشبه ما يكون بازدواجية السلطة والقرار في المحافظات الجنوبية. عموما السلطة الشرعية كما هو معروف كانت قد حكمت بمفردها منذ 2015، لكنها لم تقدم شيئا يذكر لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات وحتى المرتبات. سأأتي إلى هذه النقطة مطولا معك عميد ثابت، لكن قبل ذلك فقط أريد عن التوسيع أو التصعيد الحوثي الحاصل بالضبط الآن باتجاه شبوة والمحافظات الجنوبية. نعم، والحوثيون انتهزوا هذه الفرصة، فرصة وجود احتجاجات شعبية، وبعض الاحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب وفوضى بسبب وجود مندسين فيها وناس غير منضبطين، وبالتالي اعتقد الحوثيون ان بانها الفرصه متاحه لهم لاولا اجتياح المناطق التي كانت ما زالت تدعي انها تقاوم في البيضاء وفي مارب، وبالتالي التوجه نحو الجنوب. وانا اقولها وقلتها مرارا وتكرارا انه لولا تراخي حزب الاصلاح، القوات التي يسيطر عليها حزب الاصلاح، عندما نتحدث عن القوات الشرعيه فهي القوات التي يسيطر عليها حزب الاصلاح، هذا التراخي وربما التخادم مع الحوثيين، وهذا ما حصل في أكثر من موقع سواء كان في البيضة أو في مارب أو في أي منطقة من مناطق الشمال تحديدا. هذا هو الذي شجع الحوثيين وحفزهم لمواصلة تقدماتهم، ولذلك أعتقد أنهم الآن أكملوا سيطرتهم على البيضة ويكادوا أو يحضروا للهجوم باتجاه بيحان باتجاه شبوة وباتجاه أيضا أبين عن طريق مكيرس التي سيطرنا عليها والتي تم ضمها إلى محافظة البيضاء بعد التقسيم الإداري الجديد بعد عام 1994. جميل، نشرك معنا في هذا النقاش أيضا أستاذ رماح الجبري رئيس المركز الإعلامي اليمني. أهلا بك أستاذ رماح. أستاذ رماح هل تسمعني؟ أعود إليك أستاذ أو عميد ثابت حسين. الآن الخطة الحوثية، هناك أيضا حديث عن مهاجمة أيضا أطراف يافع، مناطق هناك في يافع، أيضا هجوم باتجاه شبوة من منطقة بيحان. ما هي الخطة العسكرية التي يرسمها الحوثي الآن؟ وهل ذلك ربما مؤشر على يأس حوثي من دخول مأرب والحشد باتجاه مأرب، خصوصا بعد أن ربما 10 أشهر أو ما يقارب سنة وهو عاجز عن تحقيق أي انتصار عسكري في اتجاه مأرب؟ لا أعتقد هذا، لأن الحوثيين تقدموا في مأرب كثيرا ويسيطرون أو بالأصح يحاصرون الآن مأرب المديرية والمدينة، ولم يتبقى مع السلطة الشرعية سوى هذه المنطقة، منطقة مأرب الوادي والطريق الدولي الذي يربط مأرب بحضرموت وكذلك صافر. يعني نحن نتحدث عن مديرية مأرب، بقية المناطق فقد سقطت بيد الحوثيين سواء كانت التي على الجهة الجنوبية الغربية أو على الجهة الشمالية الغربية. يعني آخر حديث تم الحديث عن سقوط ماهلية ورحبة، ومن والاشتباكات الآن تدور من رحبة ومن حريب المراقش. إذن أفهم من حديثك عميد ثابت بأنه ليس تغير في الاستراتيجية الحوثية وإنما توسع وبعد آخر يضاف إلى محاولاتهم الحديثة اقتحام مأرب. بالضبط، ما تزال الاستراتيجية الأولية بالنسبة للحوثيين هي استكمال السيطرة على مأرب، وإن أمكن العودة إلى معارك في الساحل الغربي، يعني بمعنى آخر استكمال السيطرة الكاملة على جغرافية
الشمال ما قبل الوحدة، ومن ثم بالنسبة لمهاجمتهم باتجاه الجنوب فأظن أنها تندرج ضمن سياسة الابتزاز وسياسة التهديد لتشكيل مواقف إعلامية وسياسية أكثر مما هي حقيقية. يعني أتمنى أن يكون الأستاذ رماح الجبري يسمعني الآن. أستاذ رماح هل تسمعني؟ نعم أسمعك. إذن أستاذ رماح، تحركات وتصعيد حوثي عسكري باتجاه محافظات الجنوب سواء في يافع أو حتى اليوم باتجاه شبوة في أبين وفي البيضاء وغيرها، هذا يتزامن أيضا مع احتجاجات واسعة تشهدها المحافظات الجنوبية، كيف يمكن قراءة ذلك؟ ما الذي يخطط له الحوثي الآن وما الذي يجب على رفاق الكفاح عمله؟ شكرا جزيلا. واضح مشروع الحوثي أنه يريد السيطرة على اليمن ككل، وخطابه أيضا واضح ويسخر ويهزأ بالانتقالي وباعتبارهم أدوات وليسوا أصحاب قرار. وحديث الناطق الحوثي خلال الأشهر الماضية كان واضحا ساخرا من القيادة المجلس الانتقالي، بل استهدفت الميليشيا الحوثية المجلس الانتقالي، قتلت أبو اليمامة، استهدفت قاعدة العند، تستهدف كثير من المواقع العسكرية. التصعيد واضح ضد الجميع، بل أن الميليشيا الحوثية تستهدف الجميع في وقت واحد، تستهدف إلى الانتقالي، تستهدف قوات الساحل في ميناء المخا، تستهدف قوات الجيش الوطني في مأرب، بمعنى أن الجميع اليوم مطالب بالتوحد من أجل هذه المعركة. خطاب المجلس الانتقالي أمس بما يخص الميليشيا الحوثية إيجابي، يجب أن يفهم الخطر القادم، يجب أن لا يكون هناك وهم أو أخطاء ترتكب بأن سيطرة الحوثي على مأرب يمكن أن تحقق الانفصال. هذا خطأ تاريخي قد يقع فيها الكثير من الناس، وخصوصا المطالبين بالانفصال الذين ينضون بعضهم تحت إطار المجلس الانتقالي. الجانب الآخر، المجلس الانتقالي يبدو إما أنه عجز عن التفريق بين الشرعية وبين حزب الإصلاح، أو أنه يرى الجميع إصلاح. هناك الشرعية مكون أو رافعة لكل هذه المكونات السياسية، هي الآن تمثل الجميع، من رئيس الوزراء الذي لا ينتمي للإصلاح، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، وكلهم. لكن مؤسف أن يتم التعامل مع الشرعية على أنهم إصلاح. صحيح أن الإصلاح قد يتحكم بقرار الشرعية أو في مواقع مؤثرة، أو أن الرئيس يعني حاليا يعني يثق كأنه أطلق العنان للإصلاح ليتحكم في كثير من القرارات، لكن لا يعني أن ننسف ولنتعامل مع الشرعية أنهم إخوان وندخل في معركة ضد الإخوان ضد الحوثي. التفتت والخلاف بين المكونات السياسية حاليا التي تتفق، الخلاف بين المجلس الانتقالي والإخوان خلاف سياسي، ليس ذاك الخلاف الذي نصل فيه إلى مرحلة الخلاف مع الميليشيا الحوثية. هذه ميليشيا عنصرية طائفية إرهابية أداة إيرانية، لا يمكن أن 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 تقبل بالتعايش أو بمكونات سياسية أخرى رافضة لها أو منافسة لها، هذه جماعة إرهابية. بينما الطرف الآخر، أي من المكونات السياسية، الفروق بينها بسيطة، مطالب سياسية، حقوق سياسية، الانتخابات قد تحكم الجميع، ومن يفوز سيقبل به الجميع. بينما الميليشيا الحوثية هي الرافضة لكل هذه القيم. معنى أننا يجب أن نتوحد جميعا في إطار في هذه المرحلة وهذه الفترة الفاصلة التي قد تكون فاصلة في تاريخ اليمن شمالا وجنوبا. الميليشيا الحوثية لن تتوقف في شبوة، أو لن تتوقف في بيحان، لن تتوقف في أي من المناطق، لن تتوقف في 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 في, في الساحل، ستجتاح كل اليمن، وهدفها ومشروعها واضح. بمعنى أن الرسالة واضحة للجميع، يجب أن يتم تنازل الخلافات. النقطة الأهم أننا عندما نتحدث طيب ما هو الحل، يا أخي العزيز لدينا حل وخارطة الطريق واضحة المعالم ترعاها وتدعمها الأمم المتحدة وترعاها السعودية واتفاق الرياض. عندنا اتفاق الرياض حل واضح وشامل للجميع، تراضى به الجميع، لماذا لا يتم تنفيذ هذا الاتفاق؟ لماذا يتراخى البعض من أجل تنفيذ هذا الاتفاق لتقديم نموذج متميز يخدم الدولة ويخدم الهدف الأساسي، ويقدم نموذج متميز ويوحد القوى السياسية والشراكة الوطنية ضد الميليشيا الحوثية؟ جميل، ابقى معي أستاذ رماح الجبري، لكن قبل ذلك نأخذ أيضا رأي الأستاذ سعيد النخعي في مقال له تحت عنوان هل قرر الحوثي تغيير وجهته إلى بيحان بدلا عن مأرب؟
توقفت معظم الجبهات عن المواجهات باستثناء جبهة مأرب لأهميتها السياسية والاقتصادية والإدارية كشعرة رفيعة تربط الشمال بالجنوب بالنسبة للشرعية، وبالأهمية ذاتها بالنسبة للحوثيين كأهم محافظة اقتصادية شمالا لما تملكه من ثروات هائلة من النفط والغاز، وهو الشيء الذي ظل الحوثي يتطلع لإحكام قبضته على حقولها التي لا يصله منها سوى نفايات الدخان المتصاعد منها، ليقرر اقتحامها كحل وحيد يخرجه من ضائقته الاقتصادية من جهة، ولتحسين شروطه التفاوضية كممثل للشمال من جهة أخرى. وهذا لن يتم إلا بسيطرته عليها، وهذا ما عجز عنه الحوثيون منذ بداية الحرب رغم الخسائر والأثمان الباهظة التي دفعها للوصول إلى حقول النفط التي لا يفصله عنها سوى أقل من 15 كيلو فقط. لذا يبدو أنه قرر تغيير وجهته باتجاه بيحان للوصول إلى منابع النفط في محافظة شبوة كخاصرة الرخوة يسهل تجاوزها بعد أن انكسرت موجات فلوله المثالية على واجهات حصون مأرب وقلاعها المانعة. لذا قرر الحوثيون تغيير وجهتهم باتجاه بيحان التي يبدأ الطريق إليها بسيطرة على جيوب المقاومة التي تقع خارج سيطرتهم في محافظة البيضاء لتأمين طريق سيرهم باتجاه بيحان للوصول إلى حقول النفط في محافظة شبوة، وهي ذات الغاية ونفس الهدف الذي ضحى من أجله في مأرب وتحطمت دونه كل زحوفاته وحشوده ولم يصل إليها. لذا بات واضحا أن الهدف الذي يريده الحوثيون من سيطرته على الجيوب التي تسيطر عليها الشرعية في محافظة البيضاء ليست هدفا لذاتها بقدر ما هي وسيلة فقط لتأمين خط سيره الجديد الذي سينطلق من البيضاء نحو بيحان التي لا يفصله عنها أصلا سوى نفس المسافة التي تفصله عن مأرب أو تزيد قليلا، وعلاوة على ذلك فهي تبدو له أقل تحصينا من مأرب التي باتت مهمة الوصول إليها مستحيلة. لذا فالطريق إلى بيحان وفقا لاستراتيجية الحوثية الجديدة تبدأ بالقضاء على جيوب المقاومة في صومعة ووصولا إلى عقبة الحلحل التي تمر عبرها طريقا جبلية وعيرة تستخدم كخيار بديل عن الطريق الأسفلتي الذي يمر عبر عقبة ثرة ويربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية عبر البيضاء أبين والعكس. عميد ثابت، استمعت إلى المقال للأستاذ سعيد النخعي الحديث عن ربما تغير في الأولويات، لا نقول الاستراتيجية، الاستراتيجية الحوثية واحدة كما أسلف الأستاذ رماح وحتى أنت أكدت عليها، هو يريد اجتياح اليمن، كل اليمن ليس مناطق محددة، لكن هل من الأولويات الآن للحوثي ربما الذهاب باتجاه شبوة وما بعدها؟ يعني لماذا نتحدث عن اجتياح الحوثيين اليمن؟ ما الحوثيين اجتاحوا اليمن كله حتى 25 مارس عام 2015 كانوا قد سيطروا على اليمن كله بشماله وجنوبه ووصلوا إلى قصر ليس بأكمله مأرب وحضرموت وكثير من المحافظات لم يتم السيطرة عليها. سيطروا على وصلوا إلى كل هذه المحافظات ولم تصمد إلا مقاومة الضالع ومقاومة مأرب، ومنها من هاتين المحافظتين بدأت المقاومة وبدأ العدد التنازل وتدخل التحالف ودعم هذه الجبهات وتحررت عدن ثم العنت ثم تحركت القوات باتجاه الساحل الغربي، وهي في الأساس قوات جنوبية مسنودة بقوات حراس الجمهورية وبالمقاومة التهامية. هذه الحقائق لماذا ننكرها؟ ولماذا الحوثيين صحيح أنهم ألحقوا الأذى بالجنوب وقتلوا من الجنوبيين ما قتلوا مثل ما قتلت القاعدة وداعش وحزب الإصلاح، لا زالوا قادرين على تهديد الجنوب بالصواريخ البالستية وبالطائران المسيرة، لكنهم لم يتقدموا شبرا واحدا. لاحظ الضالع، لاحظ كرش، كل المحافظات الجنوبية بعد تحرير الجنوب في عام 2015 لم يستطيعوا أن يتقدموا شبرا واحدا، وكذلك لم يستطيعوا أن يتقدموا شبرا واحدا في الساحل الغربي، لكنهم يتقدمون حيث توجد ما تسمى بقوات الجيش الوطني التي أؤكد مرة أخرى على أنها واقع قرارها العسكري والسياسي بيد حزب الإصلاح وليس بيد الرئيس هادي، وهذا هو الذي يشجعهم الآن في البيضة وفي بيحان وفي شبوة. ويتكلم سعيد النخعي عن أنهم يعتقدون أن بيحان وشبوة رخوة، فهذا هي فعل ليست كذلك بسبب مواطنيها أو بسبب شعبها، ولكن بسبب سيطرة قوات حزب الإصلاح على هذه المنطقة، وهو الذي يشجع الحوثيين، وربما هناك تفاهم وتخادم بين لا يستبعد إطلاقا أن هناك تفاهم بين قوات الإصلاح وبين قوات الحوثيين على أهداف معينة مشتركة. ف
فهم كم هم وجهان لعمله واحده وجهان للاسلام السياسي. هذا الاسلام السياسي الذي لا يعترف بوطن ولا امه ولا قوميه ولا يمن ولا سعوديه ولا غيرها. لذلك يجب ان نكون دقيقين وحقيقين. خلاصه الامر، الحوثيون الان فعلا يجربون الخيار الاخر وهو الخيار التسلل، خيار بيحان للسيطره على مناطق النفط على بالحارث التي، لكن لا اعتقد انها بهذه السهوله. جميل جميل جدا. لكن ايضا هناك كانت في الامس قرارات ربما اصدرها المجلس الانتقالي، لكن على ابرزها حاله الطوارئ وما الى ذلك. بدايه كيف تقرا انت ما جاء في بيان المجلس الانتقالي؟ في اعتقادي ان المجلس الانتقالي راى من الضروري اصدار مثل هذا القرار لسببين. السبب الاول لمواجهه الاعتداءات الحوثيه التي يعني كما قلنا الحوثيون لاول مره يحاول التقدم البري باتجاه لودر عن طريق مكيراس وباتجاه بيحان عن طريق البيضة. هذا الخطر الأول، ويبدو كما قلت إن هناك شك وربما يكون يعني معلومات مقطوعة باليقين إن هناك تخادم وتنسيق بين قوات حزب الإصلاح وقوات الحوثيين لاجتياح الجنوب. السبب الثاني إن هناك أعمال فوضى وشغب رافقت الاحتياجات، استغلها البعض للتخريب. يعني أنت لاحظت مثلا الاحتياجات التي حصلت في عدن كانت فيها قطع طرقات وفيها تخريب وفيها محاولة اعتداء على منشآت واعتداء جميل. على رجال. لكن ربما ما هو ملاحظ أيضا عميد ثابت أنه أسمي بتم إعلان حالة الطوارئ. طبعا أنت رجل عسكري وخبير في هذا المجال، تعلم أن هذا القرار هو قرار سيادي يتخذه رئيس الجمهورية وليس آخر. فإذا كان اتخذه ربما عيدروس الزبيدي، فما هي الصفة لاتخاذ مثل هكذا قرار؟ يعني أنتم تتحدثون وكأننا في سويسرا، وكأننا في بلد يحكمه الدستور والقانون. حتى زميلك الذي تحدث أو زميلنا الذي تحدث قبل ذلك، يعني نحن في حالة حرب والحوثيون يحكمون الشمال كله. أنا أسأل الآن ما الحوثيين لا ينتظرون قرار من الرئيس هادي. الحوثيين أيضا يسيطرون على الشمال بسلطة قوة الأمر الواقع. لكن تلك ميليشيات انقلابية لا يعترف بها أحد، ولا يمكن على الإطلاق أن يتم موازاة ذلك بذلك أبدا. هؤلاء تتوقع منهم ما أردت. ولذلك الانتقالي سياسة متوازنة. الانتقالي يعتبر نفسه داعما للشرعية وداعما لعمليات التحالف. ولو لاحظت خطاب الرئيس عيدروس ركز على مواجهة الحوثيون، مواجهة الحوثيين باعتبارهم العدو رقم واحد، ثم مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة أمن واستقرار الجنوب. المجلس الانتقالي الجنوبي يرى نفسه مسؤولا، مسؤولية أخلاقية وقانونية عن هذا الشعب، عن هذا الشعب الذي تعرض للمجاعة، للإبادة، للحرب خدمات، للحرب مرتمات. لكن البعض يرى ربما أن تلك هي موجهة لما كان من خروج شعبي في عدن وغيره من احتجاجات غاضبة. والسؤال هنا ربما الناس خرجت من أجل المطالبة بلقمة العيش في المحافظات الجنوبية. بالعكس فقط لأن هناك حصلت أيضا إطلاق نار وحصل قمع وحصل احتجاج. اسمح لي، المجلس الانتقالي نفسه يتبنى مطال الشعب. فقط أكمل الشعب. السؤال وأنت أجبني بعد ذلك. فإذا كان المجلس الانتقالي أساسا ليس هو المعني بتحمل المسؤولية، مسؤولية خدمات الناس والمعيشة، وأن الحكومة الشرعية هي من يجب أن تتحمل ذلك، فلماذا يضع نفسه ربما طرف في مواجهة تلك التحركات الشعبية؟ لا بالعكس، أنا لا أرى ذلك إطلاقا. المجلس الانتقالي الجنوبي المجلس الانتقالي الجنوبي وقف مع الشعب وحمل ودعا إلى حماية المتظاهرين. لا تنسى أن اللي تظاهروا برضو في شبة وفي حضرموت تظاهروا في مناطق لا يسيطر عليها المجلس الانتقالي. لكن بحكم سيطرات المجلس الانتقالي على عدن والمحافظات المجاورة وبحكم أعمال الفوضى والشغب التي حدثت، فإنه مطالب يعني مع هروب الحكومة وعدم وجود سلطة مطالب بحماية الناس وبحماية المواطنين وحماية الممتلكات العامة. جميل. أستاذ رماح الجبري، ربما مزيد من التعقيدات حتى ألقاها الخطاب بالأمس، وهو ربما ما جعل الجميع يتحدث على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض والذهاب قدما فيه، لكن ما هو ملاحظ أنه العكس من ذلك تماما. هناك فجوة ما بين الحكومة والشارع، هناك فجوة ما بين الانتقالي والشارع، هناك فجوة ما بين الصراعات السياسية الواسعة الموجودة ما بين الانتقالي والحكومة الشرعية وما إلى ذلك. كل هذا ينعكس سلبا على المعركة أمام الحوثيين، الحوثي الذي يتربص وبالفعل بدأ يسير قدما باتجاه المناطق المحررة. أتفق فعلا أن الغالبية أو الأطراف السياسية تسعى لتحقيق مصالحها وأولوياتها التي قد لا تكون مصالح المواطن اليمني والخدمات الأساسية المطلوبة.
المؤسف أيضا أن هذه المكونات السياسية لديها مشاريع ولا تعمل من أجل المصلحة الوطنية. إذا ما عمل الجميع من أجل المصلحة الوطنية، مصلحة المواطن، توفير الخدمات، تقديم نموذج متميز في مناطق الشرعية ليكون أفضل من مناطق الحوثي، توحيد القوى من أجل الشراكة الوطنية، إذا ما اشتغل الجميع وفقا لهذه المسميات والمصطلحات بلا شك سيتفق الجميع، وكان قد نفذ اتفاق الرياض من البداية. لكن الانتقالي لديه أطماع وأوهام بالانفصال، وأن هذه الفرصة المناسبة حاليا ضعف الحكومة وبقاها خارج فرصة مناسبة لتحقيق الانفصال، رغم أن هذا غير مطروح اقليميا ودوليا وشعبيا. أيضا الانتقالي أصبح في موقف صعب ومرفوض يعني حتى من الشارع كما هو حاصل اليوم في عدن. الحكومة الشرعية وتواجدها بعيدا عن المواطن أيضا والفساد الموجود وخصوصا في البنك المركزي ومؤسسات كثيرة وتدهور العملة أيضا يجعلها بعيدة عن الشارع وبعيدة عن المجتمع الداخل، ويقدمها كأداة ضعيفة لا تقدم شيء ولا يؤمل عليها، وبقاءها خارج أيضا مشكلة. وبذلك المشكلة، ولذلك خرج المواطن اليوم في عدن. المواطن اليوم يطالب بالخدمات، اليوم يطالب بأدوات رئيسية. اليوم الرئيس طبعا الرئيس هذه التقى القيادات الشرعية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ونائب رئيس الجمهورية، وكان هناك اجتماع كبير تم مناقشة الكثير من التفاصيل وركز على القضايا في عدن. التقى اليوم أيضا المبعوث الأممي الجديد وهو أول لقاء يلتقي فيها الرئيس هذه بعد وصوله أمس. هناك يعني تحرك سياسي لكن هذا لن يفيد. لدينا خارطة طريق واضحة، إحاطة المبعوث الأممي في أول إحاطة لا تحدث عن اتفاق الرياض وقال يجب أن يعمل الجميع على اتفاق. القوات التي اليوم في عدن تستخدم لقمع المتظاهرين وتتكدس في المعسكرات، مطلوب منها أن تعزز في الجبهات ضد الحوثي، مطلوب أن تتوجه إلى الطالع. القوات الأخرى الموجودة في أبين يجب أن تتوجه إلى بيحاد، يجب أن يكون هناك تحرك واستنفار عسكري. المحافظات الجنوبية وليست بحاجة لإعلان طوارئ، بحاجة إلى تقديم خدمات وتفعيل المؤسسات العسكرية. ليسأل منا أو كل شخص وقيادي سياسي في سواء تبع الانتقالي أو غيره، هل بهذه الطريقة التي يعرقل فيها اتفاق الرياض ويعرقل عمل المؤسسات والحكومة هل هو يخدم الحوثي أو لا؟ بلا شك أن أي خلاف داخل الصف الوطني المناهض للميليشيا الحوثية هو خدمة للميليشيا الحوثية أيا كان، وهذه مرحلة تاريخية ستسجل للجميع أن خلافات الأطراف مثلما كنا نتحدث عن الخلاف بين المكونات السياسية، الخلاف بين علي عبد الله صالح وبين علي محسن، وهو الخلاف بين الإصلاح والمؤتمر، والخلافات التي حدثت وأدخلت الحوثي إلى صنعاء، الخلافات بين الانتقالي والشرعية والإصلاح والانتقالي وغيرها من الخلافات ستدخل الحوثي إلى عدن. دعنا نذهب إلى رأي أيضا الأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد في مقال له تحت عنوان نحن لا نتسول من أحد. مطالب الناس حق ومشروعة، ولا يمكن لأي شخص التشكيك بمشروعيتها، ومن المستغرب أن الناس تحملت وصمتت حتى اليوم. هذا الاحتجاج الذي نراه اليوم في حضرموت وعدن وشبوة ولحج كان يجب أن يخرج قبل 5 سنوات من اليوم، ويجب على الناس أن تخرج في كل قرية ومدينة وشارع. تدخلت دول التحالف في اليمن وعليها واجب أخلاقي برفع معاناة الناس وإصلاح أوضاعها. هذه الدول تدخلت في اليمن وسيطرت عليها بحرا وبرا وجوا، وشكلت حكومات وجيوش، وأنفقت مليارات الدولارات على قوى مسلحة وعلى حروب عبثية. لذا فعليها التزام رسمي وقانوني بأن لا تترك الناس تموت جوعا. الناس لم تخرج إلا حينما وصلت إلى طريق مسدود. نحن لا نتسول أحدا ولا نطلب كرما ولا منة. تدخلتم في هذه البلاد وسيطرتم على كل شيء، قوموا بواجبكم أو انصرفوا. خروج الناس اليوم في كل المحافظات هام وحيوية، ويجب أن يدعم هذا التحرك وألا يتم تسييسه وتوجيهه ضد طرف من الأطراف. لدينا معاناة شعبية تطال كل الناس في كل المحافظات ويجب أن تنتهي. الحل واحد ووحيد: صرف المرتبات، توفير الخدمات، دعم العملة ووقف انهيارها، ولا شيء دون ذلك، وأقيم الصلاة.
عميد ثابت، ربما البعض في الأمس كان ينتظر من عيدروس الزبيدي دعوة الحكومة اليمنية إلى العودة إلى عدن وممارسة أعمالها من هناك وتلبية الخدمات للمواطنين، لكن ذلك لم يتم. لماذا لم يتم استدعاء الحكومة أو الطلب من الحكومة العودة إلى عدن لممارسة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين؟ أولا أنا ربما أجد نفسي لأول مرة أتفق مع ما كتبه الصحفي فتحي بلزرق اتفاقا كليا جملة وتفصيلا. الناس بحاجة إلى مرتبات وخدمات، والأمر واضح، كلام فتحي واضح، موجه لمن؟ من هي الجهة المعنية بذلك؟ تقصد دول التحالف؟ طبعا، ليس من بينها المجلس الانتقالي. ما تزال الموارد والمساعدات وكل تفاصيل الحياة بما فيهم عمال الكهرباء والبنك كلما تزال مع السلطة الشرعية. هذا أولا. ثانيا، أنا لست مع المزايدين الذين يزايدون على أوضاع الجنوب وهم يعلمون علم اليقين أنهم لم يعملوا شيئا لتحرير مناطق الشمال. لا توجد محافظة واحدة تم تحريرها في الشمال بالكامل باستثناء مقاومة مأرب وباستثناء الساحل الغربي، وأمر الساحل الغربي أمر آخر يختلف تماما عن تعز والبيضة وغيرها من المحافظات. اتفاق الرياض واضح وضوح الشمس، هدفه له هدفان. الهدف الأول استقرار الأوضاع في المناطق المحررة، والحديث يدور على الجنوب طبعا، ما فيش مناطق محررة بالكامل، وخدمة الناس هناك. طيب احنا ايش قلنا؟ استقرار الأوضاع، يعني استقرار الأوضاع معناته استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمية والى اخره. والهدف الثاني الدق بالقوات الموجودة لدى يعني محور المقاوم للحوثيين، زك بها باتجاه تحرير محافظات الشمال. أين هي قوات الجيش الوطني؟ قوات الجيش الوطني موجودة في شقرة وفي شبوة وفي وادي حضرموت، زائد القوات الموجودة في والترسانة الضخمة الموجودة في مأرب نفسها، هناك المنطقة الثالثة والمنطقة السادسة والمنطقة السابعة، ثلاث مناطق عسكرية غير وزارة الدفاع. ما الذي عملته من أجل تحرير مأرب؟ لماذا لا تتحرك هذه القوات التي اتفاق الرياض ألزم بها عودة القوات إلى مواقعها السابقة ما قبل أغسطس عام 2019؟ ولذلك نحن بحاجة إلى التسريع في تنفيذ اتفاق الرياض من أجل هذا الهدف الاستراتيجي. ولا داعي لتوجيه الاتهامات جزافا للمجلس الانتقالي الجنوبي، لأن المجلس الانتقالي الجنوبي صاحب مصلحة أساسا حقيقية في تنفيذ اتفاق الرياض، والطرف الرافض والمعرقل لاتفاقية الرياض هو نفس الطرف الذي رفض التفاوض مع المجلس الانتقالي. إذا نحن بحاجة إلى من هو ربما راعي لهذا الاتفاق لكي يوضح لنا من الجهة المعرقلة ومن الجهة التي لم تعرقل وماذا هناك. لكن لحد اللحظة لماذا هذه الجهات حتى لا تقف وتوضح للناس ما الذي يجري؟ مسألة واضحة، لا تحتاج إلى قضاء ولا قانونية. أشكرك جزيل الشكر العميد ثابت حسين الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت ضيفي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وأيضا شكر موصول للأستاذ رماح الجبري رئيس المركز الإعلامي اليمني، أيضا كاتب وصحفي، شكرا جزيلا لك. دائما وأبدا شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، لما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا حلقة جديدة.